وبدون أي تردد. الله يوفقكم. دعونا الله يحميه. لا تبكي يا مرتخي، ارتاحي هون. أنا كثير تضايقت، رايحة على الغرفة. خلينا نروح، خليهم يرتاحوا شوي. مرحبا، تفضلي. فيني أعرف بشرى بان بأي غرفة لو سمحتي؟ بشرى خانم تخرجت اليوم. عن جد؟ شكراً إلك. حاجتك جنان بقى بكفي. بدي روح، لا توقفي بطريقي. مالكي حالك؟ تركيني، تعبت منكم. مشان الله خلص، ولا بناديله لعدان؟ ناديله، ماني مفكرة فيه وما رح أرجع لهذاك البيت، فهمتي؟ ما رح أرجع. كرمال شو عم تتخلي عن كل الشغلات اللي بتملكيها؟ كرمال مين عم تضحي بحياتك؟ حطي عقلك براسك. شو بده يصير وقت اللي بيعرف عدنان؟ بده يقلك مع السلامة، روحي عيشي حياتك. انتي ما بتخافي من يلي بده يصير؟ نهال. مرحبا. بأي غرفة؟ من هالجهة. انتي ما بتخافي غير على حالك وبس، ما عندك القدرة تتخلي عن إمكانيات عدنان، وإلا انتي ما عم بتفكري فيني أبداً. عطيني إياهم. ما قدرت أترك أبوكي من زمان لأني فكرت بولادي، ما قدرت تكون أنانية، بس انتي حطيتي الحق علي طول عمرك. شوفي شو عم تعملي انتي هلأ. تركيني بحالي، ما عاد فيي أتحملك لا انتي ولا غيرك بقى. سمر، هاي الغرفة. ما حدا بيقدر يخليني هون إجباري، عني بعدي عن طريق. تركيني بعدي عن طريق. خلص خلص. شو عم بيصير؟ انتي سمر حبيبتي، انتي منيحة؟ منيحة، ما في شيء. حابة تطلع من المشفى حبيبتي؟ منيحة. خلص اتركوها، عم تعيش أزمة مو سهلة. ما حدا منكم دخلوا شو عم عيش. بعدوا عني، اتركوني، روحوا. منيح رجعت بكير، قضيت ليلة كتير تعيسة يا مهند، كتير خفت، خفت كتير أخسرها. ما بتعرف شلون عشت بعد ما توفيت مرتي، هالألم بعرفه منيح، وهالخوف عشته من قبل، ما بقدر أتحمله مرة تانية، ما بقدر أتحمل خسارة سمر. حدا بيحب يشرب شي؟ أنا برا. إذا بدك تسطحي. ها؟ بابا؟ وضع سمر مو منيح. شو؟ كثير معصبة وبدها تطلع من هون. ميسان ساعديني، بدي البس. سمر خلص، انا بلبس. سمر لا تجني، تركيني. لا تعملي هيك. سمر شوفي، محبة ضل هون ولا ثاني، مخنوقة.
اتركوني روح. حبيبتي إذا بتريدي كوني منطقية. تسطحي وهدي شوي. يلا حبيبتي. قلت لك بدي روح. لساتها مصدومة من اللي صار. طبعا مو بسهولة رح تتجاوز الصدمة. اتركونا لوحدنا. بدي احكي مع عدنان لوحدنا لو سمحتوا. سمر، خلينا نحكي مع الدكتور. إذا سمح لنا بتروحي على البيت. عم يتعكر مزاجها أكثر. لازم نطالع من هون. يلا. ماشي، إذا حابة تطلعي بنطلع. بس بالأول خليني أحكي مع الدكتور. أهلا وسهلا. أهلا فيكم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. على مهلك. على مهلك. مرحبا. مرحبا. أهلا وسهلا. ما شاء الله. ميت أهلا وسهلا. نورتي مشي. بيتك. أنت منيحة؟ كانوا سمحوا لها تجي على البيت لو ما كانت منيحة. خلونا نطلع لفوق، سمر بحاجة للراحة. تطلعوا بالأسانسير؟ إيه سمر تعي. منيحة، ما في داعي. أنت منيحة يا خانم؟ ما بدي ضجة بنوم. طيب
Thank you.